محمد عندك ان كود كور ولا ان كود كال؟ الكود كور متفق مع ما حمزه حيت الرجاء زعما حمروا وجه المغاربه دونك برافو ليهم وصافي بليزير. الكود كول غنبقى نهضر حتى مازلنا قاعدين هنا غير غنبقى اوبتيميست ونبقاو في الكود كور ياك هي الهضره داك الشيء عندك قلب عامر حنا باقيين فاصل البرنامج ديالنا باقي طويل بغيت نسولك جوستومون انت من الاوائل ديال المغاربه اللي داروا الراب كاينين الناس اللي قبل مني ولكن سي فري كو الوقت اللي بديت كان باقي الراب باقي شي حاجه غريبه على المجتمع المغربي وباقي ما كيفهموش. ومنين بديتي شنو كانت رد الفعل ديال عائلتك مثلا لي بارون الاب؟ انا عائلتي من قبل الراب زعما توسكي ارتستيك ملي كنت صغير كنت في دار الشباب وداك الشيء دونك كانوا عزيزين عليا الامسيات كنمشي المسرح. تشجيع من الابوين هما اللي كانوا كي لا هما التشجيع ديالهم خصني نجيب في الاخر العام نقطه مزيانه هو العلم والدراسه فوالا دونك خصني ننجح داك في هذاك العام ونجيب نقطه مزيانه وديك الساعه اللي بغيت نديرها دونك كنت ضروري خصني نقرا مزيان باش كندير داك الشيء اللي عزيز عليا وبقى داك الشيء غادي حتى للراب كاع حتى وصلت حتى للجامعه كان ديما القرايه هي الاولى وداك الشيء اللي عزيز عليا حتى هو معاه. سي محمد كنشوف ان الفلو ديالك مختلف شنو هو الفلو بعدا شنو يلاه غادي يقول لك يلاه كثر منك ما عندي ما يتسالك لا والله الا ما عندك ما يتسالني اشرح لنا شنو هو طريقه الالقاء ديال لي رابور دونك ما بين رابور ورابور تتفرق في جوج الحوايج لا بلوم زعما الكتابه ديالو او ميم طون لو فلو ديالو او ليدونتيتي منين جايه ماستا ماستا يا في الاول جات غير هكاك مع الدراري كان عزيز علينا متبعين الووتانغ وداك الشيء دونك ماستا من بعد ملي مشيت لافاك تلاقيت مع دراري من لافريك هذا من الكونغو هذا من هذه لقيت ان ماستا كتعني لامي الصاحب دونك لامي دو فلو عجبتني وانا نخليها ماستا فلو. انت معروف عليك في الفلو ديالك وفي الماستا ديالك عجبونا لا علاقه ديالك كنحاول كنحاول في الماستا وفي الفلو كنلاحظوا انك ما كتقولش لي غرو مو يعني ما كتخسرش الهضره عادي حتى في حياتي اليوميه مع الوالدين وهادي ما تنخسرش الهضره دونك يعني كتعطي واحد النظره واحده اخرى على الراب يعني كنحاول نكون كما انا مع موالي الدار كما انا في برا حيت دو توت فاسون واخا من زعما نتبدل داك الشيء غادي يدوز من بعد في التلفازه ولا غيدوز في شي بلاصه اخرى وغادي يشوفوه غيشوفوه دونك تنحاول نبقى انا هو هذاك باغيسبي الوالديه وحتى الوالدين الاخرين ولكن ماشي هذا لا يعني ان الدراري اللي مثلا تياخذوا راحتهم وما عندهمش لي لين غوج تيقولوا ما بغاو حرين هذوك حرين يعني ماشي غنقول لك هذوك ما عندهمش ان ريسبي ولكن موش ريسبكت شي واحد اللي كما كيكون عايش كما تي غوفليتي ليماج في الراب. غير هاد القضية ديال الفراش راه من غير داكشي ديال زعما اللهم يدير فراشة ولا يمشي يشفر راه كاينين حتى واحد الناس ذوي الدخل المحدود اللي هذيك الفراشة كتمكن لهم يشريو من حيت إلا مشاو للحانوت غلا بيان سور غالبا ديك الفراشة كتكون نازل شوية الثمن دونك كتمكن حتى الناس اللي ما عندهمش بزاف الإمكانيات حتى هما يعيشوا يشريو سي فغي نعم سي فغي. انا بغيت نسول السي محمد واش الراب عنده علاقه بالسينما واش انت مثلا اشتغلتي على شي حاجه في شي فيلم او لا كتنوي ولا عندك مشاريع هي بعدا ملي تيكون انا كنظن الارتيست ملي تيكون سورتو المغنيين ولا رابور بزمنو تيكون عنده واحد تيكون ادابتي شي شويه للسينما حيت كما كتعرف دابا سورتو دابا ملي تتخرج نوفوتي خصك دير ليها كليب باش كدير كليب خصك تولف على الكاميرا خصك دوكو بعض المرات خصك تمثل كاع كاريمون دونك اوني كونفرونتي للتمثيل امبليسيتمون ولكن بالنسبه للتجربه ديالي في السينما كانت مع رشيد الوالي في واحد الفيلم نهار تزاد تفضل كنا درنا واحد اون شونسون مع سي محمد الكغاط فوالا من اخراج سي محمد الكغاط وكانت اون اكسبيريونس غيش بزاف سيتي زعما بالنسبه لي انا واحد الشرف كبير خدمت مع رشيد الوالي اللي كلشي تيعرفو وسي محمد الكغاط حتى هو مي ابار هذيك زعما ما كانوا عروض تلاقيت مع دي رياليزاتور اللي بروبوزاو عليا هكا افلام وهذه ولكن باقا ما كايناش اون اوكازيون نيت ديال بصح اللي نقدر نمشي
اون بارلون دو البوم هذا علاش تعطلتي علينا في الالبوم ديالك الاخر؟ كاين واحد التاخير عملتي داك لو مو فهمتيني اللي كتسمع بزاف ديال تعطلتي. تعطلت على لا حيت ما كنحس براسي بحال جو سوي اون بيرسون فيت بور لي زوطر. زعما ملي كيكون شي بروجي ديال شي واحد اخر تنخدم معاه وفي ساعه تيخرج داك البروجي ترونكيل. انت من الناس اللي كيعطيو للاخرين؟ ما عرفتش واقيلا انا كيجيب لي كيجيب لي ماركين مسعودين على الاخرين. اكزاكتومون. عرفتي انا راه تعلمت واحد الكلمه اخرى من غير ماستا وفلو وداك الشيء هي الفري ستايل. هي الفري ستايل. فري ستايل. فري ستايل لينا شويه. سي محمد وصلنا لنهاية الحلقة، بغيت نشكرك. الله يودي. بغيت نشكرك بزاف على حضورك معنا. سي ان بليزيغ، شكرا انتوما اللي استضفتونا وكنتمنى ان شاء الله مازال نرجعوا المرة الجاية بالألبوم. ان شاء الله وكنتمنى لك مزيد والمزيد من النجاح والتألق في أعمالك. شكرا.